السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. طبعا اخوان اليوم اول تجربة راح نحط الحذوات اللي قلت لكم مرة شريناهم، اللي هم عبارة حديد قوي لكن ملبس بعظم او من كله كاوتشوك. مهند الوحش، عندنا مهند الوحش هو اللي بيحذي لنا الحصان. مهند حد شاطر اخوان ومرتب، وبنصح بالجميع انه يحذي عنده. اللي بده يحدي عنده بنحط لكم رقم تليفونه على الوصف. هذول زي ما قلت لكم بدنا نجربهم نشوف كيف الحصان بزحلق او لا. بدنا هذول نفس الحديد العادي اخوان، بس هذول بيختلفوا عن العظم الاولانيات. فرجيناكم اياه، هنا بيجي الماس صح مهند، هنا بيجي المازات. احتياطا راح نركب الالمازات، اذا بركبوا معنا بركبوا ان شاء الله خلص. وان شاء الله لانه الحصان حذواته خلص وفلته وهكذا جايين على صيف، وان شاء الله راح اجربه انا اول مره ركوب، وراح نجربه على ايش؟ على ارض مش بس زفته، بطون مالسة. انا متاكد انه مش حيزحلق. تفضل مهند الوحش. الله يزيد فضلك يا رب. وبلش. طبعا ما شاء الله يا اخوان حافر الحصان بجنن، السكينة يا دوب تمشي فيه. زبطه وحش. طبعا الوحش يا اخوان سكان جبع رام الله اللي بيجي ورا مخيم كلنديا. Yay!
شمال، لا منه ولا من بعيد. البوت الأخير للحصان ما شاء الله إشي بجنن طلع. يا ساتر. صح أول ما ينحذي الحصان أول يومين مش لازم يرتكب. مش شرط. أحسن يبقى شد عليه الحدو صح؟ والله أنا هيك حسيت خيل مرة. إنه أعطيه يومين بس. يريح الحافر على الحدو الالمازات. كان العربيد مشخص جاهز للانطلاق. هات مشي بس راح نجربه على الرطب لانه هاي الارضيه بطون ومالسه وناعمه يعني بزحلق ولا اشي بيمسك زي البوليت صح؟ اشي مرتب. لا لا افلت اذا سحبك. هاي مشى على المي. مشى على المي لا دير بالك كهرب صاير كهرب بده يطير صار بده يطير العربيد بده يطير. يا ساتر يا ساتر. نزلت ابراهيم في ارض